أمراضنا سرطانية وتشوهات خلقية تصيب سكان ناحية جسر ديالى، فهم يعيشون في بيئة قاتلة والموت يحاصرهم في كل زاوية ومكان لوجود إحدى المفاعلات النووية في هذه المنطقة. ورغم تأكيد وزارة الصحة والبيئة على خطر الإشعاعات النووية الناتجة من هذا المفاعل، إلا أن الدولة ترفض الاعتراف بأنها مواد مشعة بحسب ممثلين عن سكان الناحية. أمامكم الآن مفاعل 14 تموز، هاي المفاعل اللي سببت أمراض سرطانية تشوهات خلقية، وصلت معدلاتها إلى 1200 حالة سنوياً بتقارير صحية موثقة من مديرية صحة بغداد. جانا الخبير بالمفاعل النووية اللي هو دكتور حامد الباهلي، وهو ايضا مستشار لرئيس الوزراء، دخل لهذه المواقع وقال بالحرف الواحد ان هذه المواقع لا تسبب خطر، مع العلم هو مصاب بمرض السرطان من هذه المواقع. امراض مفاجئه يعني ما مسبوقه بكل العراق، ما نشوفها نهائيا. مثلا يعني شخص بولادته يطلع بعين واحده مثلا، هاي ما ملحوظه عندنا. من سالنا مديريه صحه بغداد عن الاسباب، بكل صراحة أجابوا أنه الأسباب هي مفاعل 14 تموز النووي. الشاب غسان من ضحايا الإشعاعات النووية التي أصابت إحدى عينيه وجعلته حبيس آلامه، فقد حرم من التعليم ومن الحصول على أي وظيفة، ليكبر ذلك الوجع من انتقال إحدى أنواع الأمراض السرطانية عبر جيناته إلى أطفاله في المستقبل. خامس ابتدائي كنت واقف بالصف، يعني كانت تنزف دم، يعني ما اقدر، كانت تشفيه بيدي، لا اقدر اقرا. قلت بعد ما اكمل مدرسه اصلا وبطلت. بس لو جاي العصر وشايف الدخان اللي راح تطلع من المخازن، هاي ما يحرقون بيها المخازن. المفاعل تقصد؟ اي هي هاي المفاعل مال المخازن تاع الطاقه الذريه. انا اريد المسؤول، بس مسؤول يجي مثلا يقعد هنا يتحملها، اي مسؤول كان من يكون يتحمل. ما زاد الطين بلة هو تلوث مياه نهر ديالى بمخلفات مشافى الحجر الصحي التي افتتحت حديثا في المنطقة لمصابي فيروس كورونا، كما نشاهد بعض الأدوات وملابس الوقاية الصحية المستعملة للكوادر الطبية مرمية بين الأحياء السكنية. المستشفيات مال العزل انقاذ مالتهم هنا، يعني حتى سواق سواق الاسعافات اللي نوى عليها العفو جاي يجون يعني يذبون بدلاتهم هنا، الكمامات هنا. اغلب سكان الناحيه يعرضون منازلهم للبيع والايجار هربا من خطر تلك الاشعاعات النوويه، مع وجود هذه الحاويات لبراميل ماده السيزيوم المشع دون التخلص منها. لم يجد صاحب هذا البيت سبيلا آخر سوى عرض منزله للبيع، كما تفعل العشرات من العوائل في هذه المنطقة التي تعد الأرض الأكثر تلوثا لقربها من المفاعل النووية. فالإشعاعات النووية تحصد أرواح المئات من سكان هذه الناحية، والجهات المسؤولة تقف مكتوفة الأيدي رغم إدراكها لخطر هذا المفاعل على البيئة والإنسان. من ناحية جسر ديالى، ندى المرسومي، التغيير.